تداول الأوراق المالية. مرحبا بك سيد إيهاب. يعني متفائل الدكتور عمران بالتوسع، توسعة مجالات البورصة وفتح مجال للإجراءات المتعلقة ببورصة للسلع. برأيك كيف ترى تقبل السوق ربما لهذه الإضافات الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني زي ما حضرتك عارفة، هي الحوار ما هوش جديد قوي الحقيقة، هو من فترة طويلة قوي كان الكلام على سوق الفيوتشر ماركت، او اللي هي زي الاسواق المستقبليه، يعني اللي هي اللي فيها الكونتراكت، اللي فيها اسواق العقود وبورصه السلع. لكن نتمنى ان المساله ما يعني تخرج بقى من نطاق الحوارات ومن نطاق النقاشات وتخرج الى النور كفكره تتنفذ بالفعل. طيب هل ترى طيب تغيرت اللهجه سيد ايهاب؟ يعني واضح انه حتى هناك في تسارع بكثير من الخطط، نحن نتعامل ايضا مع مشاريع ملياريه، يعني وخصوصا بالنسبه لمشروع قناه السويس وهو اضافه جديده للاقتصاد المصري وللبلد، طيب هل هذا سيجر وراءه انه حتى ستختلف ربما تصريحات المسؤولين وسيكون هناك تفعيل اكثر؟ هل بدانا نلمس هذا الامر ام من المبكر ان نحكم عن هذا على هذا الموضوع؟ لا، اعتقد انه مبكر قوي ان احنا نحكم على هذا الامر، لان الطريقه اللي تم طرح بيها مشروع قناه السويس الى حد ما كان فيها، مش عايز اقول تجاهل للبورصه، ولكن ما كانتش في الحسبان، وبالتالي من المبكر ان احنا نحكم، ولذلك احنا مش هنعلق على هذا الامر في الوقت الحالي، على اعتبار ان لسه في مشاريع كبيره ممكن تطرح فيما بعد، فنتمنى انها تكون عن طريق الكابيتال ماركت او سوق الاسهم، ما يبقاش بطريقه مباشره ما بين المواطن وما بين الحكومه بالشكل اللي حصل ده، لان ده بيزيد من ديون الحكومه وبيزيد من مديونيه الحكومه، عكس ما يكون الحصول على التمويل عن طريق البورصه او حتى عن طريق ان يتم تفعيل سوق السندات اللي كان بيتكلم عليه ايضا الدكتور عمران، وان هو يتم التعامل عليه في سوق الاسهم. بالنسبه لبورصه العقود تحديدا، اعتقد ان بورصه العقود والشورت سيلينج اللي ممكن يطبق فيها، يعني دي مساله احنا بنتكلم فيها بالظبط بقالنا حوالي 6 سنين أو 7 سنين ولم يحدث فيها جديد، زيها بالظبط زي موضوع صندوق المؤشرات، زيها زي التداول في ذات الجلسه اللي هو تي بلس 1، كلها امور لكن يعني واضح انه لا يدعونها تبات او تنسى، يعني كل شوي بيرجعوا بيذكروا يعني فيها لكن بدون تفعيل. بالظبط، لكنها بدون تفعيل، فبالتالي احنا يعني مش عايز اقول المتعاملين زهقوا من الكلام في هذه الامور، ولكنها امور يعني انا اعلم تماما حجم الجهود اللي بيعملها الدكتور عمران علشان يبتدي ينهي هذه الامور، لكن في برضه بعض العوائق الاخرى هي اللي بتقف او هي اللي بتوقف نتيجه ان الموضوع بيبقى مرتبط باكثر من جهه الحقيقه. فنتمنى طبعا ان ده يتم تفعيله، لان ده مش بس هيكون مفيد لعمليات التداول، ولكن مفيد كآليه للتسعير بالفعل لسوق السلع، السلع الغذائيه تحديدا يعني، ويكون في سوق حقيقي للعقود المستقبليه اللي بيتم فيها هذا السوق. نعم، طيب ماذا عن وضع السوق خلال هذا الربع؟ 3 أرباع مرت على السوق المصريه ومرت عليها ايضا كثير من التطورات الاقتصاديه السياسيه، كيف ترى يعني التعامل المتداول او تعامل التداولات ربما مع كل ما مر بها من بدايه العام؟ لا طبعا، هو السوق حصل فيه تطور كبير قوي خلال الـ3 أرباع الماضيه، وكمان من نهايه الربع الاخير من العام الماضي، يعني السوق صعد تقريبا من مستوى 5000 نقطه كمؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 الى قرابه ال 9820 او 9830 النهارده، اعلى سعر من 6 سنين، بالاضافه لان العديد من الاسهم وصلت بالفعل هي الاخرى الى اعلى مستويات سعريه ليها في 5 و6 سنوات، والبعض كان في 3 سنوات. لكن الملاحظ ان خلال الربع الاخير حصل نوع من الانفصال الشبه الكامل ما بين بعض الاسهم القياديه وما بين غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وأصبح التركيز كله على الأسهم اللي هي ذو الجودة المالية المرتفعة، أو يمكن الأسهم اللي بيفضلها المتعاملين الأجانب تحديدا والمؤسسات، هي دي الأسهم اللي عاملة شكل للسوق إن هو بيصعد بشكل قوي جدا. لكن في داخله وخاصة أسهم الأفراد واضح تماما أنها متأثرة بضعف السيولة اللي موجود في السوق. طيب هل لأنه الأفراد صار عندهم إشكالية يعني بالتداولات؟ هل لأنه في عنا إشكالية أيضا بمستويات الإنفاق، بدأوا يتخرجون من البورصة لذلك تركت البورصة أكثر للمؤشرات للمؤسسات؟ يعني ده طبعا في شيء من الصحة كبير الحقيقة، خاصة زي ما قلنا في الربع الأخير، لأن في سيولة كبيرة جدا اتسحبت، مش بس عشان مشروع قناة السويس، ولكن برضو في سيولة
واضح تماما ان هي خرجت من السوق، وبالتالي ده اثر على السوق بشكل كبير، لان البورصه كان قبل مشروع قناه السويس كان هناك موضوع الضريبه واللي عرضناه كتير جدا الحقيقه، لكن يعني لم يكن هناك اذان صاغيه للاستماع. نعم. وبعديها رفع سعر الفايده 1%، فكان اكثر من حدث الحقيقه. لكن بشكل عام البورصه ما زالت بتتحرك في اتجاه صاعد، على اعتبار ان مؤشرها الرئيسي هو المعيار الاساسي للقياس، ولا خلاف على هذا، عشان بس الناس اللي هي بتعارض فكرة ان المؤشر مش معبر، وبالتبعية جميع الأسهم في النهاية يجب ان تتبع المؤشر، ولكن ما ينقص السوق هي السيولة. اذا ما عادت سيولة الأسهم اللي ما بتتحركش حتى أسهم الأفراد هتبدأ هي الأخرى في التحرك وتتواكب مع حركة الأسهم القيادية وتصل الى قمامها السابقة ان شاء الله. نعم، طيب خلينا نكون مع هذا الخبر الذي أيضا يمس وضع البورصة. قال رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية حسن القلة أن قرار شطب الشركة من البورصة نهائي ولا رجعة فيه، لأن البورصة لا تعول أو لا تمول النمو، لكنها أصبحت جهة جباية تحصل الرسوم والغرامات ولا تساعد الشركات على حد قوله. طبعا جاء هذا القرار بناء على الجمعية غير العادية لهذه الشركة، إذن فيما يخص بشطب أسهمها من البورصة، كيف تعلق طيب سيد إيهاب؟ يعني هذا يأتي من رئيس شركة. نعم، يعني هو ده رأيه، ما نقدرش، وإلا يبقى طب وفين الشركات الأخرى؟ ليه ما قالتش نفس هذا الأمر؟ يعني هذا رأيه، يعني ده شركة من ضمن أكتر من 200 شركة، هو شايف هذا الأمر إنها، وهي غرامات يعني أصلها كلها ما هياش مش غرامات ضخمة، يعني ده هي كلها احنا بننادي بتعديل القانون علشان تبقى الغرامات رادعة بالفعل، وإلا ما كان ظهرت مشاكل مثل مشكلة أجواء مثلا أو مشاكل من مشاكل العربية للاستثمارات فيما سبق، فبالتالي الغرامات ما هياش الشيء الضخم الكبير قوي اللي هو ممكن يأثر عليه يعني، لكن ده رأيه وهو حر في رأيه. لكن طبعا البورصة هتظل طول عمرها أداة جيدة جدا للتمويل، بدليل أن بعض الشركات لسه شركات كبرى لسه ما كانت مقبلة على الإدراج في بداية العام الحالي، وما زال هناك شركات كبيرة جدا أعلنت عن رغبتها في الإدراج خلال الفترة اللي جاية. يعني أنا شايفه أمر استثنائي وده رأيه وهو حر فيه. نعم. يعني طيب، ولنرى طيب المقارنة التي حصلت قبل يعني قبل فترة فيما يتعلق للدلتا للسكر، كانت هناك واضح انه البورصة هي التي مانعت هذه الشركة من ان تنشطب. لا، هي البورصة ما لهاش انها تمنع شركة انها تتشطب او ما تتشطبش، لكن هو حصل بعض التدخل، لان الشركة دي شركة من قطاع الاعمال، يعني نعم، فحصل يعني فيها نوع من التدخلات الحكومية هي اللي ممكن تكون أوقفت هذا الأمر. كانوا اعتراض شركة الدلتا للسكر، أو من ضمن الاعتراضات يعني اللي هي كانت بتعترض عليها، كان مسألة تعيين عضوين في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة وليسوا من الشركة، وده كان يعني الحقيقة حجة مش منطقية قوي، على اعتبار أن يعني ما فيش شركات أخرى اعترضت من الشركات المقيدة في البورصة على هذا الأمر، على اعتبار أن ده أحد يعني القرارات اللي بتصب في جانب الحوكمة الشركات، فبالتالي ما كانش فيه سبب مقنع الحقيقة. لكن يعني المهم أن المتعاملين أو المستثمرين حاملي السهم اللي كانوا بيعانوا من زمان من تراجع سعره استفادوا بشكل كبير جدا من هذه الأخبار المتضاربة، والسهم صعد بشكل قوي خلال الفترة اللي فاتت. نعم، يعني واضح انه هيدي الامور الى حد ما يعني في تفيد المضاربين. طيب خلينا نشوف فيما يتعلق بوضع القياديات، كان بالفتره الماضيه مسؤول يعني كما ذكرت انه فعلا في توجهات للكثير من القيادات في هذه المرحله، القطاع التطوير العقاري بدا يصعد بشكل قوي وهناك اهتمام واضح بهذا القطاع، هل برايك سيتحول الى يعني من ضمن القيادات المهمه في السوق في هذه المرحله؟ هو طول عمر القطاع العقاري في السوق المصري من القياديات ما فيش شك يعني، لكن يمكن هو بس اللي ما بيدلوش هذا الشكل بشكل رسمي هو الوزن النسبي لأسهمه مش كبير قوي على مؤشر السوق، باستثناء سهم مجموعة طلعت مصطفى القبضة هو صاحب أثقل وزن نسبي سواء على مؤشر القطاع العقاري أو على مؤشر السوق الرئيسي، هو الثاني دلوقتي في الترتيب بعد سهم البنك التجاري الدولي. طبعا القطاع العقاري مش بس خلال الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن على مدار يمكن الربع الأخير كله أداء فوق الرائع الحقيقة، بقيادة سهم مصر الجديدة ومدينة نصر للإسكان ومعاهم السادس من أكتوبر، اقتربوا بالذات مصر الجديدة ومدينة نصر من أعلى قمم جابوها في 2008، وده أمر منطقي جدا في ظل زي ما قلنا برضو كتير قبل كده أن أصول هذه الشركات لم تتراجع في أثمانها من 2008 إلى النهاردة، بل زادت أسعار أصولها،
وبالتالي من الطبيعي جدا ان هذه الاسهم تنطلق في اتجاه قمامها اللي جابتها في 2008 بل وتتخطاها. صحيح هي لسه ما قربتش من هذه القمم، لسه ما زالت بعيده في حدود 15 الى 20%، لكن اعتقد ان هي هتجيبها في الاجل المتوسط والطويل وهتتجاوزها كمان، لان واضح تماما ان الاهتمام كله منصب، وده طبيعي برضو في ظل الثلاث او اربع سنين اللي مرينا بيهم دول، صعبين جدا كانوا على كل القطاعات طبعا والقطاع العقاري بشكل خاص ان يحصل اهتمام بهذا القطاع من بعد ثوره 30 يونيو ومشروع المليون وحده والتسهيلات اللي بيقدمها البنك المركزي للقطاع العقاري. فاعتقد ان هو هيكون هو القائد خلال الفتره اللي جايه وهيستمر في ادائه الايجابي حتى وان تراجع بشكل مؤقت على الاجل القصير او الاجل المتوسط. أشكرك سيد إيهاب سعيد، أشكرك على كل هذه المعلومات.